شنو اللي خربتكم السلطة؟ هاي السلطة هي تسوت بيكم وشتو تاكلون وبكت الضيم وبكت العوز، واحد ما عنده خبزة بالليل يدق الباب ياخذ من أخوه، هسه تدورون ملفات على بعضكم؟ لا أنا شوية زحمة؟ والله أنا ما مو شوية عيب؟ والله أنا ما أدور ملفات ولا أفتح ملفات، هي المنزاهة موجودة عند الملفات ونايمة ونايمة في هيئة ليش المنزاهة. ليش سووا هيك؟ ليش يعني ليش خربت أخلاق الناس؟ هاي الخبزة هي هاي الخوة هذا الطيب بيناتكم وعلى أساس أنه أنتم تحملون مشروع وطني، ليش من صار هذا الاختلاف؟ هاي النفسيات اللي صارت وعلى شعب فقير مقروض كان يعد الايام. اي والله صح، تالي ما تالي يعطونا حصتين. صحيح. وحمود يقعد بين السما وبين القاع، ونسواننا تجدي بالشوارع. والله ذاك اليوم هذا فيديو انا راح اعرضه قريبا، واحد بالحشد بايع كليته دا يعيش. الله اكبر. دا يعيش ابو الله اكبر الله. يعني هذا اللي دا يصير بالعراقيين، منو يقبله؟ جريمة. والملفات مضمومه جريمه، نسيب فلان وابن فلان. والله انا قاعد ارقب عمل الحكومه الحاليه، وهي رساله على الهواء مباشره الى الاخ والصديق الكاظمي، فرصه للاخ الكاظمي ان يفتح هاي الملفات، خلي يعوف للملفات الصغار. ما بقاله وقت، ما يخالف، يلحق ولا واحد. مش واحد، يقصون اذنه. يقصون اذنه؟ تورد الرجال والله العظيم. ما مجبور اخذ موقع عني ويقصون اذني، وخلي يقصون اذني على فتح ملفات فساد للشارع، هاي اموال الشعب العراقي. بس غير حاول الرجال وغير انقلبت الدنيا. يعني هسه انت وزير تروح للتحقيق، ماكو واحد اكبر من القانون واكبر من القضاء. شنو هالمنطق هذا بالتعالي؟ الكل يجب ان يخضع للقانون. ها احسن.